السلام عليكم حبوباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، اموركم هانيه، كلشي مزيان. نتمنى ان هذا الفيديو ديالي اليوم يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله حبيت نشارك معكم الفطور ديالي، فطور في الباديه، فطور بسيط. هذا الشيء كامل غنوجدوه دابا، ما تمشيو فين، بقاو معنا. هذا هو الفطور ديالي. اول حاجه كنديرها انني كنطلق الدجاجات، يسرحوا شويه. الشميسه يلا بدات كطلع، يعني صباح بكري، صباح كله طاقه ايجابيه. هاد العام ما كاين الشتاء، يعني كما كتشوفوا الله يجيب لينا شيه ديال الشتاء باش تكون الدنيا زوينه بزاف. نتوما الجريدات يلا درناهم في الجرده، لكن ما كاين الشتاء غير كنسقيهم. هذه هي الجريده ديالي. اول حاجه البنات، انني كنعجن العجين وكنقرصو قريصات، قريصات صغار ها هما كما كتشوفوا. كاين البرد، وشعلت العافيه بس وحطيت عليها الفراحه ديال الطين باش تسخن. كناخذ البراد ندير فيها اتاي، نخليه يطيب بما نطيب الخبز. صافي كنديرو اتاي وكنديرو الماء وكنسدو عليه ونخليه فوق المجمر يطيب على خاطرو. هي الفراحه راه سخنات. صافي غنحطو الخبز ديالنا. وكنبداو نقلبو فيه باش ما يتحرقش لينا، كيما كنطيبو البطبوط. البرد ما خلاش لينا العافيه، كاين البرد في الصباح، كاين راه الجو زوين زوين بزاف، ريحه الحطب كتعطي ريحه غزاله للخبز، ماشي بحال الا طيبنا في الدار. انتما سخون الخبز، سخون بزاف، والبرد ما خلاش لينا العافيه، يعني كانت تشوط يديك.
انتما كيما كتشوفوا كيتنفخ وكيجي مفشش من الداخل. يعني درت غير دقيق الفورص وشويه ديال الفينو والخميره والملحه وعجن عجينه عاديه صافي. كنبداو نطيبو فيه، كنقلبو هكا من الجناب باش يتحمر. انتما كيعجبني هاد الخبز هذا ديال الفراحه في الصباح، كنطيبو في الصباح كنفطرو بيه. يعني الفطور في على برا كيجي زوين، خاصه في الطبيعه كيجي رائع. انتما خالتي عاونتني في الطياب ديال هاد الخبز حيت هي محترفه في هاد الشيء هذا. الله يعطيها الصحة، ومن هاد المنبر كنشكرها بزاف بزاف. انتوما حيت كدير يديك كتشوط بالعافية، البرد ما خلاش لينا العافية. انتوما نبقاو نقلبو في البطبوط طيب مزيان، نبقاو نقلبو فيه ما نسهوش عليه حيت دغيا كيتحمر. انتوما الشكل ديالو. من بعد ما طيبنا الخبز كنمشيو كنحيد شويه ديال الاعشاب العطريه، ديرهم في جريده باش نسم بيهم اتاي. انتوما ايوا هذا هو الفطور ديالنا. طيبنا الخبز، عندنا زيت ارغان، زيت الزيتون، املو والعسل الحر، عندنا اتاي، هو كما كتشوفوا كنديروا شي ديال النعناع. كنحلوه بالسكر، انا ما كنكترش السكر كندير غير شويه. هنا كما كتشوفوا الاعشاب، كل واحد كيديرهم في الكاس اللي باغاهم. وعندنا البيض البلدي مسلوق، يعني فطور بسيط كتحليك الشهيه صراحه. في الطبيعه ولا في برا حدا الدار. انتما كنتمنى ان هذا الفيديو ينال اعجابكم، ما تبخلوش علينا باللايكات ديالكم وتبارطاجيو الفيديو علاش لا مع احبابكم. وإلا عجبكم بحال هاد الفيديوهات نبقى نحط بحال هكا، قولوها لي في التعاليق ديالكم. وشكرا لكم، شكرا للناس القدام اللي كيدعموني، وكنرحب بالناس الجداد اللي دخلوا القناه ديالي، كنقول لكم مرحبا. ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش ديما توصلوا بالجديد ديالي. شكرا لكم بزاف بزاف، شكرا على التعاليق ديالكم الزوينه، ونتلقاو ان شاء الله في فيديو جديد في وصفه جديده ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، وشكرا لكم. alright, alright, alright.